بسم الله، ممكن تكون لغاية ما في أول مرة يعرف إن أنت مهندس يروح سألك سؤال، بقى يقول لك طب أنا عندي حتة أرض وعايز أبنيها 100 متر وعايز أبنيها 3 أدوار. ف لو أنت بنيت الحاجة قبل كده هتلاقي الإجابة عندك جاهزة، إنما لو ما كنتش اشتغلت أو ما خدتش الخبرة ديت فما بتعرفش تقدر قد إيه بالظبط. ففي برنامج بحسب لك على الأندرويد، يعني هيكون معاك في الاجتماع، باسمه احسب تكلفة بيتك، هو مجاني. كل عليك ان انت تدخل مساحة الدور مثلا 100 مثلا، عدد الادوار هنقول مثلا 3، سعر الحديد بالجنيه خليها 13,000، سعر الاسمنت قول مثلا 1,000. طب سعر 1,000 طوبة يعني تقريبا 580. طبعا الارقام دي بتختلف من يوم ليوم، يعني لازم تكون عارف الاسعار تقريبا قد ايه. تمام، بقول له احسب لي فيجيب لي تكلفه البيت. تمام، ده سهل جدا وبرنامج بسيط، وهيديك تكلفه قد ايه من بالرخصه بالحفر بالاساس بالردم والخرسانات والمباني. هو بسيط جدا ودقيق لان هو بياخد العوامل الحديثه في المعلومات، هو مجاني، فان شاء الله ده يعجبك باذن الله.